هسيبك انت تقول للساده المشاهدين باختصار من هو محمد عبده ابو سطيت. هو انا محمد عبده ابو سطيت ده واحد عادي جدا، ضابط في القوات المسلحه، في القوات بالخصوص في القوات الجويه. بدات حياتي طبعا من خلال الاسره وارشادات الاسره في موضوع الرياضه والعلم، ان انا احافظ على مذاكرتي وفي نفس الوقت ابقى بلعب رياضه، لان ده كان طبعا كان توجيه من والدي، لان والدي كان بطل رياضي قبل كده، فطبعا مشينا على نفس النهج. بدات حياتي الرياضيه طبعا انا كنت بلعب الاول كونغ فو، وكنت بلعب انا اصلا مدينه المنصوره محافظه الدقهليه، فطبعا كنت بلعب، كان الكيك بوكسنج لسه ما ظهرش في مصر، فكنت بلعب. سنة كام؟ من قد ايه انا تقريبا؟ لا من قد ايه ده، كان عندك قد ايه طيب؟ انا بلاش نقول. بدات رياضه وانا عندي 6 سنين. 6 سنين. انا عندي دلوقتي 42 سنه، فيعني بقى لي فتره حقبه زمنيه كبيره يعني الحمد طبعا. لله. ف مين اللي يعني مين اللي حمسك انك تدخل ابويا الله او يرحمه. والله ابويا الله يرحمه والدك، طبعا، مع انها رياضه مش موجوده لا برضو، دي هو غريبه. بابا كان يعني كان بيحمسني ان انا العب، يعني انا كنت بلعب كونغ فو الاول وانا صغير، لان الرياضه ما كانتش لسه دخلت مصر. الرياضه دخلت مصر سنه 98، فكان بدري قوي، فانا لعبت كونغ فو من وانا صغير، والحمد لله كنت دايما بجيب المركز الاولى على كنت مستوى، متفوق فيها. انا كنت بجيب دايما اول دقهليه، اول محافظه دقهليه واول جمهوريه، بس كان سني صغير يعني. وكان اول مدرب مراني كان كابتن اشرف عبد الله، كنت وانا طفل صغير، فطبعا اسسنا من البدايه على الحب بقى والتعاملات اللي هي الشيك قوي بين الرياضيين من واحنا صغيرين يعني. وبعدين بعد كده جه بقى كملت كونغ فو لغايه ما يعني كان كبرت شويه في السن، في اعتقد في المرحله بتاعت الابتدائي او الاعدادي او كده، الاعداديه تقريبا. فتقابلت مع دكتور شريف سليمان وكابتن محمد سليمان، اللي هم دول بقى اللي ايه تولوني من وانا في المنصوره من وانا صغير في ايه بقى؟ في الكونغ فو. فضلوا معايا بقى لغايه كابتن محمد سليمان، هم اخوات طبعا، كان دكتور شريف سليمان اللي هو بقى بعد كده مدرب منتخب مصر الكيك بوكسنج. ايوه، فجي دكتور شريف سليمان سنه 98 قال لي هتلاقيه هو اللي بقى ايه حمسك انك تنقل على طبعا الكيك هو بوكسينج. قال لي وبعدين كنت انا صغير، فانا ما بخشش المنتخب لان ما كانش فيه منتخب للبراعم والناشئين، ده زمان والكلام ده ما كان كانش فيه كلام، للكبار. كبار بس رجال اللي هو فوق 8 بلس 18 فوق 18 سنه يعني. فكنت لسه قربت اوصل ل 18 سنه، وبعدين كنت ساعتها في الكليه الفنيه العسكريه، كنت في جريد 2 في سنه تانيه. فطبعا في الكلية في الكليه العسكرية. الفنيه العسكريه، فطبعا قال لي في لعبه جديده اسمها كيك بوكسنج، ده كان دكتور شريف سليمان يعني، وقال لي اللي هيكسب فيها هيخش المنتخب. فانا كلمه منتخب مصر دي يعني كان مستعد اعمل اي حاجه عشان لفتت انتباهك بحب يعني، طبعا انا بحماس. عايز اخش طبعا منتخب مصر من وانا عيل صغير، بس ما فيش بقى السن صغير يعني. فقال لي اللي هيلعب بطوله الجمهوريه ويكسب هيسافر، هياخد هيخش المنتخب ويسافر بطوله المنتخب العرب، ويسافر بطولة العرب. اول بطوله عرب سنه 98. فطبعا قلت له طبعا يا ريت، فدخلت لعبت بطوله الجمهوريه والحمد لله جبت اول جمهوريه، فخدوا عملوا سيليكشن للمنتخب وخدوا 6 لعيبه، وسافرنا على بطوله العرب الاولى في الاردن سنه 98، والحمد لله ربنا كرمني وكنت اول ميداليه ذهبيه لمصر. وحققت الحلم الحلو اللي شفته اول دخلت ما عرض المنتخب. عليك انك تدخل الكيك بوكسنج، بالظبط دخلت دخلت المنتخب المنتخب وكسبت في البطوله العربيه في الاولى. البطوله. كان ده يعني كان دكتور شريف سليمان بقى واخوه كابتن محمد سليمان، كان هم الفتره دي يعني ما شاء الله كانوا متوليني تماما. وكان معايا جوه المنتخب يعني، انا لو هستفيض مع حضرتك في الكلام يعني، الفتره دي كان معايا ابطال فعلا يعني، كان مصر فيها كميه ابطال ورياضيين بجد يعني. كان معايا حسب ما اتذكر، مش عايز انسى حد، كابتن خالد فهمي وكابتن جمال غانم وكابتن ناصر محمد علي وجميل عرفه، يعني لعيبه قويه قوي، لدرجه ان احنا لما طلعنا بطوله العالم مصر كان طالع بعدد قليل بتشارك، كان سنه 2000، وقلنا هنروح نشوف يعني نجرب، دي اول بطوله عالم وبتاع، مصر جابت ثالث عالم يعني. فكان فريق قوي قوي يعني، كان فريق فعلا قوي جدا يعني، وكابتن وائل مصبح يعني مش عايز انسى حد منهم، وما شاء الله كلهم ابطال ودلوقتي مدربين بره مصر وجوه مصر، حاجه محترمه جدا يعني. خليني